أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. تهديد الأمن القومي بصنعاء للبنوك أحد أسباب تدهور الريال. صحيفة عربية تتحدث عن 4 سنوات من الحياة الجديدة في مارب. ومن أخبارنا المنوعة، ظلام دامس في وضح النهار بروسيا. أهلا بكم. قال صرافون في عدن للأيام إن عمليات شراء كبيرة للدولار تمت خلال 10 الأيام الماضية كانت وراء الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، الأمر الذي تسبب في هبوط كبير للعملة المحلية بعد استقرار نسبي لها. وقالت صحيفة الأيام في عنوان بارز: تهديد الأمن القومي بصنعاء للبنوك أحد أسباب تدهور الريال. أفاد الصرافون أن عمليات الشراء جاءت من قبل تجار المشتقات النفطية الذين تسلموا مستحقات لهم كانت لدى الدولة تقدر بنحو 5 مليارات ريال يمني، عمدوا إلى تحويلها إلى دولار بأي ثمن وبأقصى سرعة، لكن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى نفى ذلك. وقال للأيام معددا 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، وقال المسؤول إن هناك ضغوطا من صنعاء لقبول الشيكات بدلا عن توريد النقد، ويتحججون بأننا في عدن نحاول تفريغ الشمال من النقد، وهذا غير صحيح لأن البنك المركزي ملزم بتوفير النقد من صعدة إلى المهرة في إطار العمل المصرفي. وأضاف أن وكيل جهاز الأمن القومي في حكومة الحوثيين في صنعاء قام بعقد اجتماع مع البنوك وهدد كل من يقوم بتقديم طلب تغطية للبنك المركزي في عدن بإغلاق مصرفه. إلى أبرز وأهم عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مارب، عنونت الصحيفة: السعودية تعلن تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب. في الصحيفة أيضا: ميليشيا الحوثي تسعى للسيطرة على المؤتمر بقرارات جديدة استعدادا للمشاورات. وعنوان: نجاة مسؤول محلي من الاغتيال وإصابة 6 والحكومة تكتفي بإدانة الاغتيالات. ومن الساحل الغربي: الجيش يسيطر على قرى ومزارع بمشارف زبيد ويدفع بتعزيزات. وميدانيا أيضا: قوات الجيش تواصل تقدمها في حيران وتغتنم أسلحة متنوعة. ومن العاصمة المؤقتة: مواجهات في مدخل عدن الشمالي بين قوات لواء النقل والحزام الأمني. على عكس سابقيه، جاء مارتن غريفيث ببضاعة ملغومة وأراد أن يسلك طرقا ملتوية تتوه فيها السياسة فلا تبلغ غاية ولا تنتهي إلى هدف. وفي سيرته الذاتية يوصف غريفيث بأنه من ألمع الدبلوماسيين الأوروبيين. هذا مقتطف من مقال كتبه حسن العديني ونشرته صحيفة الخليج، مضيفا في أجزاء من المقال: خطر لي من طريقة مقاربته للمسألة اليمنية أن غريفيث قريب من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في تجزئة المشاكل والتدرج في الحلول، وكانت ما عرفت بسياسة الخطوة خطوة التي اتبعها كيسنجر في إدارة المفاوضات بين مصر وإسرائيل بمثابة الطريق إلى الكارثة. كان كيسنجر شديد التحيز للكيان، قاصداً أن تخسر مصر أوراقاً مع كل خطوة، حتى إذا جاء الحل النهائي تكون في حالة ضعف ويأس، فلا تأخذ ما أرادته في البداية أو ما ظنته ممكناً عند منتصف الطريق. قبل هذا نجح كيسنجر في فصل مسارات التفاوض عن بعضها بعضاً، وأخذ البلدان العربية متفرقة لكي تذهب إلى الحلول المفردة التي أعطت إسرائيل فوق ما تمنت. كيسنجر على أي حال كان وسيطاً غير نزيه بحكم يهوديته، والأهم بسبب تحيز السياسة الأمريكية لإسرائيل. فماذا عن غريفيث؟ هل هو من هذا الطراز بالفعل؟ إن سيرة غريفيث المتاحة تسجل له شهادة بالنزاهة. غير هذا، هناك أمر شخصي ربما يدفعه إلى التعاطف مع هذا البلد البائس، فقد خدم أبوه الضابط في الجيش البريطاني بعدن زمن الاحتلال للجنوب اليمني، وهناك ولد مارتن. رغم ذلك فقد جاء بتصورات للتفاوض لا تبشر بإمكانية التوصل إلى تسوية، والواقع أن الرجل لا يتصرف على هواه بقدر ما ينفذ سياسة القوى الكبرى.
يتواصل تصعيد المملكة العربية السعودية ضد أبناء محافظة المهرة الذين نفذوا اعتصامهم قبل أكثر من شهر وتم تعليقه بعد أن تم التوصل لاتفاق بين الجانبين، يقول الموقع بوست معنونا تقريره الخاص: في ظل تصعيد السعودية ما مصير محافظة المهرة؟ قال الموقع بوست: لم يكن قد مضى الكثير من الوقت حتى تنصلت السعودية عن ذلك الاتفاق والذي يقضي بنقاط عدة أبرزها فتح مطار الغيضة الدولي الذي كان قد تحول إلى ثكنة عسكرية وتسليم السلطة المحلية كافة المهام الموكلة إليها فضلا عن تسليم المنافذ الحيوية بالمحافظة. وخرج المعتصمون بالمهرة للمطالبة بإعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي وتسليمهم للقوات الحكومية وعدم السماح لأي قوة غير رسمية بالانتشار في المحافظة، وكذا مراعاة العمل حيثما أمكن لتحقيق التوازن بين قيادة المحافظة ومدراء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى تحسين وضع الخدمات العامة ورفع القيود الاستثنائية المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير بالمهرة. يتابع الموقع: يذكر أن أبناء المهرة كانوا قد توصلوا لميثاق شرف خاص بالمحافظة تضمن حفاظهم على وحدة الصف واحترام السلطة المحلية بكامل هيئاتها ومكوناتها السياسية والتزامهم بمبدأ المصالحة بين أبناء المهرة وسبل العيش الكريم. رغم المديح الذي تحظى به الحقيقة أو ما يسمى كذلك، إلا أن الناس غالبا ما ينفرون منها ويصفونها بأنها سوداء أو مرة أو جارحة. هكذا بدأ خيري منصور مقاله حول الحقيقة ومحاولة إبرازها، وقال الكاتب في مقاله المنشور في الخليج: الحقائق كما هي وليست كما يعاد إنتاجها وفقا للرغائب والنوايا، والتهرب منها قد يتطلب جهدا هو إضعاف الاقتراب منها، بالرغم من أنها نسبية وليست مطلقة. وهناك أعمال أدبية روائية ومسرحية كرست لإيصال رسالة حول الحقيقة، منها رواية شهيرة بعنوان الحقيقة تولد في المنفى، كما أن الأساطير كان لها طرحها الخاص حول مفهوم الحقيقة، مما يجزم بأن الحقيقة هي بالفعل دائما هناك وليست هنا. وهناك عبارة لوينستون تشرشل ذات مغزى تاريخي في هذا السياق، فقد رأى أن الحقيقة بحاجة إلى جيش من الأكاذيب لحراستها، لأن وجودها عارية أمر لا يحتمل ولا يتيح للناس أن يزعموا احتكارها. وما قيل حول الحقيقة يصح أيضا عن الحق، فقد قال أحد الصحابة إن الحق حرمه من الأصحاب وضاعف عدد الأعداء، وهو باهظ التكلفة اجتماعيا على من يلتزم به، حتى ما يوصف بأنه حقائق علمية أو فيزيائية عرضة لإعادة النظر حوله. لهذا قال أحد العلماء إن تاريخ العلم هو تاريخ الأخطاء، وهناك ظواهر سواء كانت من التاريخ أو الطبيعة تصور الناس ذات يوم أنها حقائق ثابتة، ثم برهنت الكشوف اللاحقة بطلان هذا الزعم. وإذا كانت الحقائق في مختلف مجالات الحياة عرضة لهذا الشك، فكيف هي الحال مع ما يسمى حقائق سياسية؟ والسياسة بكل ما يتحكم بها وبمعاييرها من بورغماتية وذرائعية لا تعرف الحقائق، لأن هناك إبادات مورست باسم الدفاع عن النفس والحق الذي يطفو أحياناً على خطاب سياسي بليغ، غالباً ما يراد به باطل. فكم هي الحقائق مكروهة رغم ما يكال لها من مدائح، لأنها بالفعل مرة وجارحة ومحكوم عليها بالإقامة في مكان ما هناك. يثير عنوان بارز لموقع التغيير نت الكثير من الأسئلة بمجرد سماعه: فماذا إذا تفعل الحكومة الشرعية فيما مضى من قبل؟ ويقول العنوان: الحكومة تقر تشكيل فريق للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة. يقول الموقع إن الحكومة الشرعية أقرت تشكيل فريق متخصص من وزارة الإدارة المحلية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء للنزول إلى المحافظات المحررة للاطلاع على أوضاعها ومساعدتها في تحسين وتطوير أدائها
وحثها على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وخصوصا المرتبطة بحياة المواطنين. وأوضح وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أنه تم تدشين النزول الميداني بفريق متكامل من الوزارة ودائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء إلى محافظة لحج واللقاء مع المحافظ وقيادة السلطة المحلية. ولفت إلى أنه سيتم النزول إلى كافة المحافظات المحررة وتقديم الدعم والمساندة لجهود السلطات المحلية ودعم أدائها في تقديم الخدمات للمواطنين. تم تعطيل أنشطتها تماما في صنعاء على أيدي الموالين لميليشيات الحوثي، فهل تتمكن الحكومة الشرعية من إعادة النشاط إليها؟ ويعنون المصدر أونلاين. الحكومة تقر نقل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات من صنعاء إلى عدن. قال الموقع إن الحكومة أقرت نقل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ووفقا للموقع، جاء قرار نقل الهيئة خلال اجتماع دوري للحكومة برئاسة نائب رئيس المجلس وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري. وكانت وزارة الصحة العامة والسكان طرحت مشروع قرار بنقل الهيئة من صنعاء إلى عدن بسبب سيطرة الحوثيين على الهيئة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط، حيث كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن ثلاث نقاط رئيسية تتضمنها مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيث في الحديدة. النقطة الأولى تتمثل بالانسحاب الكامل للميليشيا من الحديدة، وذلك مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محلها. وتتعلق النقطة الثانية بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي تحت إشراف الحكومة الشرعية في عدن، بينما الثالثة تتعلق بإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من عدم انتهاك القوانين الخاصة بحظر توريد الأسلحة. وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية بانتظار عودة جريفيث بالنتائج، إلا أن انتظارها لن يكون دون نهاية، لا سيما أن مبادرة المبعوث الأممي يقابلها تعنت حوثي ومراوغة بحسب اليماني. مدينة النازحين تبدأ حياة جديدة، فكما تقول صحيفة العربي الجديد إن مدينة مارب لم تعد كما كانت، فهي استقبلت عددا كبيرا من النازحين وشجعت رجال الأعمال والمستثمرين النازحين وأهالي المدينة على فتح مشاريع جديدة. تكتظ مدينة مارب بالنازحين، وقد بدأ كثيرون حياة جديدة منذ نحو 4 سنوات باتت تتوسع بشكل كبير. تضيف الصحيفة، بعدما كان عدد سكانها لا يتجاوز 348,000 نسمة يقطنون في 477 قرية ضمن 14 مديرية، قارب عدد السكان اليوم 2,000,000، وذلك خلال 4 سنوات فقط. لكن هذا التزايد المتسارع في عدد السكان تسبب في أزمة سكن في المدينة، ليجد الكثير من النازحين أنفسهم أمام مشكلة ارتفاع بدل إيجارة المنازل. فأصحاب المساكن والأراضي استغلوا توافد النازحين ورفعوا الأسعار بشكل غير مسبوق. يقول فؤاد رزق وهو نازح من صنعاء، إحدى المشاكل التي تواجه النازحين اليوم تتمثل في عدم توفر فرص عمل للنازحين من الموظفين الذين فقدوا أعمالهم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويعيشون على معونات تقدمها المنظمة الإغاثية.
كيف سرقت إسرائيل أسرار إيران النووية؟ هذا عنوان لمقال كتبه ديفيد زانجر ورونين بريغمان ونشرته نيويورك تايمز وترجمته منال نحاس، وقال المقال الذي نشرته الحياة اللندنية أيضا. لم يخفي عملاء الموساد وهم يتجولون في مستودع في منطقة تجارية رتيبة في طهران ما يلزمهم من وقت لتعطيل أجهزة الإنذار وعبور بابين وسبر أغوار عشرات الخزانات العملاقة حاملين نصف طن من المواد السرية، فهم احتاجوا إلى 6 ساعات و29 دقيقة. وكان الحراس الإيرانيون في المناوبة الصباحية يصلون نحو 7 على نحو ما اكتشف العملاء الإسرائيليون وهم يراقبون المستودع طوال عام، وغادر هؤلاء المستودع وعادوا على أعقابهم قبيل 5، وكانوا دخلوا المستودع في تلك الليلة 31 يناير من العام الحالي نحو 10:30، ولم يفتشوا الخزنات كلها وعددها 32 خزنة، فهم توجهوا على الفور إلى تلك التي تحفظ فيها أغلفة سود تحوي أكثر التصميمات دقة. وحين دقت الساعة انسحبوا من الأراضي الإيرانية حاملين نحو 50,000 صفحة و163 قرصا مدمجا وتسجيلات فيديو وتصاميم. وفي نهاية إبريل الماضي أماط رئيس الوزراء الإسرائيلي اللثام عن نتائج السرقة هذه، وقال إنها تسوغ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. وبعد أيام انسحب ترامب من الاتفاق، والانسحاب خطوة تنفخ إلى اليوم في توتر العلاقات بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين. وفي الأسبوع الماضي دعت الحكومة الإسرائيلية 3 مراسلين لعرض الوثائق، وكثير منها يثبت ما خلص إليه مفتش وكالة الطاقة الذرية الدولية ومنهم روبرت كيلي في تقاريرهم، على رغم تكرار إيران أن برنامجها النووي يرمي إلى غاية سلمية سعت في الماضي سعيا حثيثا إلى جمع ما تحتاج إليه في صناعة سلاح ذري، لكن لا سبيل إلى التثبت من صدقية أو صحة الوثائق. وشطر راجح منها يعود إلى 15 عاما حين أوقف العمل في برنامج عماد وأخفيت آثاره، وانتخب الإسرائيليون ما يعرضونه على أعين المراسلين وأخفوا ما يرون أنه يكشف معلومات على مرأى من يسعى إلى أسلحة نووية. وأعلن الإيرانيون أن الوثائق كلها مزورة وأنها جزء من مخطط إسرائيلي لإحكام طوق العقوبات مجددا على إيران، لكن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية قارنوا الوثائق بتلك التي حصلوا عليها من طريق جواسيسهم ومشكين وخلصوا إلى أنها أصلية. ظلام دامس في وضح النهار بروسيا، حيث فوجئ سكان منطقة ياكوتيا الروسية كما ورد بصحيفة البيان بموجة ظلام في وضح النهار وسط تباين للتفسيرات بشأن الأمر ناجم عن ظاهرة فضائية أم اختبارات عسكرية. وبحسب سكاي نيوز عربية فإن المنطقة الروسية التي تفوق مساحة بريطانيا كاملة اجتاحها الظلام بشكل غير معهود بين الساعة 12:30 و1:00 الجمعة الماضية، وأثار الظلام الذي جاء في غير أوانه فضولا عارما، ورجح متابعون أن يكون ناتجا عن غبار أثاره تساقط نيازك، لكن آخرين رجحوا أن يكون بسبب اختبارات سرية لم يجري الإعلان عنها. وفي المقابل ذهب المؤمنون بنظرية المؤامرة إلى حد الحديث عن هجوم كائنات فضائية، وهو ما أثار سخرية واسعة في المنصات الاجتماعية. ولم يجري الإعلان في روسيا عن احتمال حدوث أي ظاهرة فلكية تجلب الظلام في المنطقة المعزولة، كما لم تتوقع الأرصاد حدوث كسوف في البلاد. العالم يستعد للقمر الدموي، أطول خسوف في القرن 21، حيث ذكر موقع سكاي نيوز عربية أنه سيظهر قمر دموي في معظم أنحاء العالم ليلة الجمعة، فيما يتحرك القمر نحو ظل الأرض في أطول خسوف سيشهده القرن 21. إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا قالت إن الخسوف الكلي سيستغرق 1:42:57، لكن سيسبقه ويليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل 3:54 في الجزء المعتم من ظل الأرض،
وسيتمكن أو وسيمكن مشاهدة الخسوف من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بين الغروب ومنتصف الليل يوم 27 من يوليو، ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم 28 من يوليو في معظم أنحاء آسيا وأستراليا. وقال أندرو فابيان أستاذ علم الفلك بجامعة كامبريدج: يطلق عليه القمر الدموي لأن نور الشمس يخترق الغلاف الجوي للأرض في طريقه إلى القمر، والغلاف الجوي للأرض يحوله إلى اللون الأحمر. عندما يتحرك القمر إلى الظل المخروطي الشكل للأرض، فإنه يتحول من كونه مضاء بنور الشمس إلى كونه مظلم، لكن بعض الضوء سيصل إلى القمر لأنه ينكسر بفعل الغلاف الجوي للأرض. الصور التي التقطتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف من مختلف أنحاء العالم لهذا اليوم سياسية، من الانتخابات المقامة في باكستان إلى المظاهرات والاحتجاجات لسائقي التكاسي في برشلونة، وصور متنوعة نتابعها معكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع أبرز ما عبر عنه فنان الكاريكاتير وقد تم نشره في عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا على خير، في أمان الله.